بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. من العبارات الكثيرة الاستعمال عبارة الشكر. إذا في الفقرة إن شاء الله سنرى expression pour remercier oralement. إذا عبارة من أجل الشكر شفهيا. المقصود سنتطرق لعبارات التي من خلالها نشكر شخصا شفهيا. expression pour remercier oralement. إذا أول هذه العبارات كما نرى je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Le langage courant. إذا نتكلم عن اللغة المعتادة. طبعا اللغة المعتادة هي بين اللغة العامية وبين اللغة ذات المستوى العالي. نتكلم عن لونغاج فاميلي ثم نتكلم عن اللغة لونغاج سوتوني. إذا نتكلم عن اللغة العامية ثم نتكلم عن اللغة ذات المستوى الأعلى. كما لو نتكلم عن لغة النخبة أو لغة النبلاء. هنا طبعا نتكلم عن لونغاج كورون. إذا نتكلم عن لغة متداولة. إذا نقول ماذا؟ Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. أنا أشكرك كثيرا. Je te remercie beaucoup. أنا أشكرك كثيرا. أو نقول مثلا Merci beaucoup madame. شكرا كثيرا سيدتي. هذه العبارة أيضا تنتمي لنفس المستوى من اللغة. إذا نتكلم عن لونغاج كورون. ثم Je te remercie très sincèrement. أنا أشكرك بصدق كبير. أنا أشكرك كما لو نقول بصدق كبير أو بإخلاص كبير. نقول عن شيء أو عن شخص بأنه سينسير يعني أنه صادق. مثلا un discours trop sincère. إذا نتكلم عن خطاب جد صادق. إذا نقول مثلا un discours trop sincère. Je te remercie très sincèrement. أنا أشكرك بكل صدق كما لو نقول. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. كما لو نقول أنا أشكرك أو أشكرك بشكل غير نهائي بلا نهاية. ثم merci bien jeune homme. Merci bien jeune homme. Merci bien jeune homme. شكرا كثيرا كما لو نقول شكرا جيدا يا رجل شاب. كما لو نقول شكرا كثيرا يا رجل شاب. شكرا كثيرا يا رجل. merci bien jeune homme. او نقول مثلا c'est très aimable à vous. تشكر شخصا تقول له انه شيء محبوب انه جد محبوب منك. اذا كما لو تقول بان هذا الذي فعلته جد محبوب منك. نقول عن شيء بانه aimable يعني انه محبوب. نتكلم على الverb aimer يعني أحب. إذا نقول عن شيء بأنه إيمابل يعني أنه محبوب. سي تري إيمابل أفو. أيضا نقول سي تري جونتي أفو. سي تري جونتي أفو. سي تري جونتي أفو. إنه جد ظريف لك. إنه جد ظريف لك. إذا كما لو تقول بأن هذا الأمر يعبر عن ظرافتك الشديدة. عن ظرافتك الكبيرة والقوية. سي تري جونتي أفو. سي تري جونتي أفو. طبعا في المؤنث نكتب جونتي بدوزال أ. ثم نقول Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie de tout mon cœur. أنا أشكرك من كل قلبي. أو نقول مثلا Vous êtes bien aimable, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. أنت محبوب جدا سيدي. كما لو نقول بعملك هذا أنت محبوب جدا سيدي. Vous êtes bien aimable, monsieur. entre courant et soutenu. طبعا نتكلم عن اللغة بهذا الشكل هي بين المتداول وبين اللغة العالية المستوى. إذا نقول vous êtes bien aimable monsieur. إذا entre courant et soutenu. ثم je te souhaite très reconnaissant de m'avoir aidé pendant toutes les préparations. Je te souhaite très reconnaissant de m'avoir aidé pendant toutes les préparations. أنا جد معترف بمساعدتك لي أثناء التحضيرات. Je te suis très reconnaissant. طبعا نتكلم على الverb reconnaître. reconnaître يعني أنك تعترف بجميل. Je te suis très reconnaissant. أنا جد معترف لك. Je te suis très reconnaissant. أنا جد معترف لك. ضمنيا المقصود بها أنا جد معترف لك بجميلك. De m'avoir aidé لمساعدتك لي pendant toutes les préparations.
أثناء كل التحضيرات. Je te suis très reconnaissant de m'avoir aidé pendant toutes les préparations. ثم Je te suis très reconnaissant pour les efforts déployés. Je te suis très reconnaissant pour les efforts déployés. أنا جد معترف لك طبعا ضمنيا كما قلنا بجميلك pour les efforts déployés للمجهودات المبذولة. Je te suis très reconnaissant pour les efforts déployés. أيضا نقول Je vous suis très reconnaissant pour vos mots importants. أنا جد معترف لك بجميلك لكلماتك المهمة. أنا جد معترف لك بكلماتك المهمة. Je vous suis très reconnaissant pour vos mots importants. ثم je tiens à te remercier chaleureusement, toi et tes collaborateurs. Je tiens, طبعا عندنا الverbe tenir, يعني أنك تقبض شيئا, ولكن هو يأتي في الكثير من العبارات على هذا الشكل. Je tiens, كما لو أقول أنا أخذ الكلمة أو أنا أتوقف لأشكرك مثلا. أنا أود أن أشكر تقريبا تأتي بهذا المعنى. Je tiens à te remercier. أنا أود أن أشكرك. أنا أخذ لأشكرك المقصود. كما لو نقول أنا أخذ هذه الفرصة لأشكرك. Je tiens à te remercier chaleureusement. Toi et tes collaborateurs. Toi et tes collaborateurs. أنت ومساعديك. المذكر نقول tes collaborateurs. أما في حالة المؤنث نقول tes collaboratrices. Tes collaboratrices. في المؤنث نقول tes collaboratrices. ومساعداتك. إذن je tiens à te remercier chaleureusement. Toi et tes collaborateurs. أنا أود أن أشكرك بحرارة. Chaleureusement. Chaleureusement بحرارة. نتكلم على chaleur يعني الحرارة. Chaleureusement بحرارة. Toi et tes collaborateurs. أنت ومساعديك. ثم نقول il est temps pour moi. إنه الوقت بالنسبة لي de dire merci. لأقول شكرا à toutes les personnes qui m'ont aidé. لكل الأشخاص الذين ساعدوني. Il est temps pour moi. Il est temps pour moi de dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Il est temps pour moi de dire merci. De dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé. إنه الوقت بالنسبة لي لأقول شكرا لكل الذين ساعدوني. Il est temps pour moi de dire merci. De dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. ثم عندنا merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. شكرا لمساعدتك. شكرا لمساعدتك. Merci pour ton aide. أيضا نقول encore une fois merci pour ton soutien. أيضا مرة أخرى شكرا لدعمك. Le soutien يعني هو الدعم. يأتي من فعل soutenir. Soutenir يعني دعم. Encore une fois merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. Encore une fois merci pour ton soutien. كما نقول من جديد شكرا لدعمك. مرة أخرى شكرا لدعمك. ثم merci pour ton écoute. Merci pour ton écoute. شكرا لاستماعك. طبعا نتكلم على الverb écouter. Écouter يعني استمع. J'écoute يعني أنا أستمع. Il écoute هو يستمع. Merci pour ton écoute. ثم merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. شكرا لتخصيصكم إيانا وقتا. شكرا لتخصيصكم لنا وقتا pour répondre à ce questionnaire. للإجابة على هذا الإحصاء. Le questionnaire هو صفحة تتضمن مجموعة من الأسئلة على الشخص الإجابة عليها. Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. شكرا لتخصيصكم لنا وقتا من أجل الإجابة على الصفحة التي بها أسئلة. إذن تسمى questionnaire. Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. Consacré يعني خصصة. مثلا je consacre du temps pour la révision. يعني أنا أخصص وقتا للمراجعة. Je consacre du temps pour la révision. أنا أخصص وقتا للمراجعة. إذن le verbe consacré المقصود به يعني خصصة.
إذن merci de nous avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. ثم merci de prévoir suffisamment de temps pour l'achèvement de ce travail. Merci de prévoir. Merci de prévoir suffisamment de temps pour l'achèvement de ce travail. طبعا prévoir المقصود به انك تتوقع شيئا تحتاط لهذا الشيء او تتحسب لهذا الشيء. Le verbe prévoir يعني انك تتوقع شيئا كانك تتنبأ به تحتاط مسبقا لهذا الشيء او تتحسب له. إذن تقريبا المعاني كلها متقاربة. إذن نتكلم على الverb prévoir. Merci de prévoir suffisamment de temps. يعني شكرا كونكم أعطيتم الكثير من الوقت. المقصود أنكم خصصتم الكثير من الوقت وكأنكم توقعتم الوقت الكافي لهذا العمل. لذلك نقول هنا merci de prévoir. Merci de prévoir suffisamment de temps. Suffisamment de temps. يعني suffisamment بشكل كافي. نقول عن شيء بأنه suffisant يعني أنه كافي. إذن merci de prévoir suffisamment de temps. شكرا كونكم خصصتم الوقت الكافي أنكم تهيأتم بشكل كافي. المقصود أنكم خصصتم الوقت الكافي pour l'achèvement de ce travail لإنهاء هذا العمل. l'achèvement الانتهاء. l'achèvement de ce travail. l'achèvement de ce travail نهاية هذا العمل. نتكلم أحيانا عن un événement achevé. نتكلم عن حدث انتهى واكتمل. إذا نتكلم هنا عن l'achèvement de ce travail. إذا merci de prévoir suffisamment de temps pour l'achèvement de ce travail. إذا شكرا كونكم خصصتم الوقت الكافي من أجل إنهاء هذا العمل. ثم merci pour ton engagement et ta passion. Merci pour ton engagement et ta passion. شكرا لالتزامك وتعهدك et ta passion. Passion تعني انفعال, تعني شهوة, تعني آلام. وعند النصارى هناك باب لآلام المسيح كما يقولون في الإنجيل يسمى la passion. طبعا الذي يهمنا هنا أن كلمة la passion تعني الشغف. عندما تقول لشخصين merci pour ton engagement et ta passion كما لو تقول له شكرا لتعهدك والتزامك ولشغفك. شكرا لالتزامك وشغفك. merci pour ton engagement et ta passion. ثم merci d'être venu ici pour nous aider. merci d'être venu ici pour nous aider. merci d'être venu ici pour nous aider. كما لو نقول هنا شكرا كون جاء هنا لمساعدتنا. ولكن المقصود شكرا كونك جئت هنا لمساعدتنا. merci d'être venu ici pour nous aider. merci d'être venu ici pour nous aider. ثم هناك عبارات اخرى من خلالها نشكر شخصا ولكن من خلال رسالة وليس شفهيا. اذا هناك عبارات اخرى نستعملها لنشكر شخصا من خلالها ولكن كتابة. اذا expression pour remercier par un courrier. عبارة للشكر من خلال رسالة. expression pour remercier par un courrier. عبارة للشكر من خلال رسالة. إذا نقول مثلا monsieur j'aimerais tout d'abord vous exprimer mes plus sincères remerciements pour l'entrevue que vous avez eu l'amabilité de m'accorder. monsieur سيدي j'aimerais tout d'abord أريد أولا vous exprimer أن أعبر لكم mes plus sincères remerciements تشكراتي الجد صادقة pour l'entrevue للمقابلة من أجل المقابلة que vous avez eue التي كانت لكم l'amabilité de m'accorder. l'amabilité المقصود بها اللطف والكياسة. إذا نتكلم هنا عن remerciement تشكرات pour l'entrevue من أجل اللقاء que vous avez eue الذي كان لكم l'amabilité الذي كان لكم اللطف de m'accorder الذي كان لكم اللطف لتمنحوني إياه de m'accorder. طبعا le verbe accorder المقصود به أنك توافق. le verbe accorder المقصود به وافق. أما le verbe s'accorder s'accorder المقصود به انسجم مع انسجم مع. هنا طبعا عندنا le verbe accorder يعني وافق. إذن كما نقول الذي كان لكم اللطف لتوافقني إياه الذي كان لكم اللطف
لتمنحوني إياه. Monsieur, j'aimerais tout d'abord vous exprimer mes plus sincères remerciements pour l'entrevue que vous avez eue l'amabilité de m'accorder. Monsieur, j'aimerais tout d'abord vous exprimer mes plus sincères remerciements pour l'entrevue que vous avez eue l'amabilité de m'accorder. إذن سيدي أحب قبل كل شيء أن أعبر لك عن تشكراتي الجد صادقة للقاء الذي كان لكم اللطف لتمنحوني إياه. سيدي أحب أولا أن أعبر لك عن تشكراتي الجد صادقة للقاء الذي كان لكم اللطف لتمنحوني إياه. يمكن أن نقول مثلا Madame, je désire vous remercier de l'amabilité avec laquelle vous m'avez reçu le lundi 8 septembre dernier concernant telle ou telle chose. Madame, je désire vous remercier de l'amabilité avec laquelle vous m'avez reçu le lundi 8 septembre dernier concernant telle ou telle chose. سيدتي أرغب في شكرك de l'amabilité على اللطف avec laquelle الذي به الذي معه المقصود الذي به vous m'avez reçu الذي به استقبلتني. سيدتي أنا أرغب في شكرك على اللطف الذي به استقبلتني. عدنا الverb recevoir au passé composé. أقول j'ai reçu, tu as reçu, il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu, ils ont reçu. هنا عدنا vous avez reçu. ثم vous m'avez reçu. هنا في الأصل vous avez reçu, أنت استقبلتي. Vous avez reçu, comme on a dit, moi. Idem, had, moi, aouadna huna, aouadna bhad, me, avec laquelle vous m'avez reçu le lundi 8 septembre dernier, concernant, idem, ana arghabu fi shukriki ala lutfi alladhi min khilalihi istaqbaltini, yawm al-ithnin septembre, yani shahr shutanbir, dernier, al-akhir, shahr shutanbir, al-akhir, concernant, فيما يخص كذا وكذا. ثم نذكر الغرض الذي جئت من أجله فاستقبلتني هذه السيدة. Madame, je désire vous remercier de l'amabilité avec laquelle vous m'avez reçu le lundi 8 septembre dernier concernant telle ou telle chose. فيما يخص كذا وكذا موضوع. ثم remerciement pour un anniversaire. شكر لعيد الميلاد. المقصود شكر بمناسبة تهاني عيد الميلاد. شكر لعيد الميلاد المقصود شكر لتهاني عيد الميلاد. أأنمي أولا لصديق. أأنمي لصديق تقول له ماذا؟ تقول له مثلا أن غوا ميرسي بور سيت أدورابل مو. شكر كبير لهذه الكلمة الجميلة كو جي روسو أدورابل بور سيت أدورابل مو. لهذه الكلمة كما نقول المحبوبة. المقصود لهذه الكلمة الجميلة أو الطيبة إلى آخره. كو جي روسو التي توصلت المقصود التي توصلت بها بور مون انيفرسير من أجل عيد ميلادي المقصود بمناسبة عيد ميلادي. إل ما فريمون في المقصود أنها حقيقة فعلت لي. إل ما فريمون في يعني أنها حقيقة فعلت لي. ماذا فعلت لي؟ سوبر بليزير يعني أنها فعلت لي كما نقول فرحة عارمة. لو بليزير المقصود به اللذة ولكن هنا المقصود به كما نقول الفرحة. طبعا الفرحة هي نوع من اللذة. Il m'a vraiment fait super plaisir. Il m'a vraiment fait super plaisir. إنها فعلت لي حقيقة super plaisir كما نقول فرحة عارمة. بيزو طبعا بيزو المقصود بها قبلة ولكن أصبح التعني كما أنك تحيي شخصا. أصبح التعني كما أنك تحيي شخصا تقول له بيزو. ثم أون كونيسونس لمعرفة المقصود لشخص تعرفه. Je te remercie pour le mot que tu m'as envoyé pour mon anniversaire. Il m'a vraiment fait plaisir. بيز. Je te remercie أنا أشكرك pour le mot للكلمة que tu m'avais envoyé التي أرسلت لي. طبعا عندنا هنا tu as envoyé. Tu as envoyé. أنت أرسلت. Envoyé au passé composé. نفس الشيء. نضيف لهاد ما tu m'as envoyé. أنت أرسلت لي. Pour mon anniversaire لعيد ميلادي المقصود من أجل عيد ميلادي. Il m'a vraiment fait plaisir. نفس الشيء. Il m'a vraiment fait plaisir. يعني أنها حقيقة فعلت لي فرحة.
المغامرة في بليزير، إنها حقيقة فعلتني فرحة، المقصود أنها حقيقة جعلتني أفرح. بيز، طبعا في العبارة السابقة قلنا بيزو، هنا نقول بيز، تقريبا نفس المعنى. ثم أن باترون، طبعا هنا كيف لنا أن نشكر شخصا في مرتبة أخرى. إذا نتكلم مثلا عن أن باترون، كومون أو ميرسي أن باترون، كيف لنا أن نشكر شخصا بهذه المرتبة. طبعا أن باترون ممكن أنه يعني بالدرجة الأولى رب عمل، وممكن أنه يعني أستاذ، معلم، رب أسرة، وممكن أنه يعني ربان سفينة، وممكن أنه يعني نموذج بضاعة التي على شكلها يتم صناعة باقي البضائع. إذا نتكلم عن باترون، هنا طبعا نتكلم عن رب العمل. إذا كيف لنا أن نشكر رب العمل؟ طبعا نكتب له مثلا Je tenais à vous remercier، كما لو أقول أنا أخذ لأشكرك. Je tenais à vous remercier sincèrement de votre attention à l'occasion de mon anniversaire bien cordialement. إذا je tenais à vous remercier، هنا طبعا كما قلنا أنا أخذ لأشكرك. طبعا الverb tenir له مجالات استعمالات أخرى، ولكن أيضا يأتي مع الverb remercier كثيرا، ولكنه يأتي أيضا مع الverb remercier كثيرا. نقول je tiens à remercier، je tiens à vous remercier، أو كما عندنا هنا je tenais à vous remercier، كما لو أقول أنا أخذ لأشكرك. Je tenais à vous remercier، أنا أخذ لأشكركم، أو أنا أتفضل لأشكركم، أو أنا أقف لأشكركم، تقريبا لهذا المعنى. على كل حال لو verb tenir يأتي مع لو verb remercier كثيرا. إذن je tenais à vous remercier sincèrement، أنا أتوجه لأشكركم مثلا sincèrement بشكل مخلص، بشكل صادق أو بشكل مخلص. De votre attention، لانتباهكم. À l'occasion، بمناسبة de mon anniversaire، بمناسبة عيد ميلادي، أنا أتفضل لأشكركم بشكل صادق لنباهتكم بمناسبة عيد ميلادي. Bien cordialement، bien cordialement. طبعا كلمة cordialement تعني وديا، تعني وديا. De façon amicale، بشكل فيه صداقة. De façon amicale، بشكل فيه صداقة. قبلها عندنا بيه، كما لو أقول جد وديا، بشكل جد ودي. بيان كورديالمون، كما لو أقول بشكل جد ودي. Je tenais à vous remercier sincèrement de votre attention à l'occasion de mon anniversaire bien cordialement. تحياتي لك مليئة بكل الود تقريبا. إذا بصفة عامة هذه طبيعة أهم العبارات الواردة في هذا الموضوع. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.